حاول قدر المستطاع انه ننتج شيء ممكن انه يذكرنا او حتى انه يفيدنا يعيننا على تكاليف الحياه هون. شغلنا عم يكون صعب كتير حكم انه عم نستعمل مواد بدائية، مشرط، منشارة، عم نستعمل مفك، واغلب الاعمال اللي عم نشتغلها عم تاكل مي وقت كتير، يعني ممكن احيانا تاكل مي شهر، شهر ونص، احيانا ممكن تاكل مي 20 يوم. طبعا هذا الامر بيتعلق بدقة العمل ويكون فيها اللهم صل على سيدنا محمد، يعني امور جزئية كتير بسيطة بتطلب منا وقت كتير، بنستناها لتنشف لحتى نرجع نطور فيها.